ازيكم؟ ايه الاخبار؟ اهلا بيكم في دورة جديدة من دورة تعلم النحت. الدورة دي هتبقى غير الدورة اللي عملتها قبل كده. ازاي؟ الدورة اللي عملتها قبل كده كان جالي اسئلة كتير خلال الفترة اللي فاتت، وحاجات اتضح لي ان انا كان المفروض اشرحها بتفصيل اكتر. طبعا 4 دروس ما كانوش كافيين، 4 دروس في تعلم النحت ما كانوش كافيين، فقررت ان انا اعمل دورة تانية اكبر، وهتبقى دورة احترافية اكتر، وهتبقى شاملة، هتلم المواضيع النحت من الالف الى الياء بالتفصيل. يعني في حاجات كنت شارحها وافتكرت ان هي دي يعني اقصى حاجة يعني ممكن يعني اتطرق لها. لقيت ان في اسئلة خلال الفترة اللي فاتت دي، لقيت ان في اسئلة كتير جات لي على الدورة اللي فاتت، في حاجات مثلا زي شغل الكراكاز، زي شغل في بعض الاسئلة هنشوفها مع بعض، وبعض الكومنتات اللي جات على الدروس بتاعت الدورة اللي قبل كده هنشوفها مع بعض، وان شاء الله نشرحها في الدورة دي. الدرس ده هيكون درس تعريفي، هشرح فيه الادوات، هشرح فيه الخامات، هشرح فيه خامات الطينة، تمام، وهشرح الدورة كاملة وإيه هيحصل في الدورة. بس تعال الأول نشوف الأسئلة اللي جت، تمام. نبدأ كده نبص الأسئلة مع بعض. هنبدأ بأول سؤال هنا. مروة بتقول: لو هستخدم طين السيراميك اللي هو مغلف في الفيديو، هغطي بيه مج من البورسلين لعمل بعض البروز، هل هحتاج لزق العجينة على المج؟ وكمان هتنشف الهواء اللي هتحتاج فرن؟ شكرا مقدما. ماشي. اولا يا مروة، دلوقتي المج دوت اتحرق في الفرن، فصعب ان انا اعدل فيه او ان انا اضيف له. يعني اي حاجة اتحرقت في الفرن خلاص ما ينفعش ان انا اضيف لها تاني. فعشان تضيف للمج، يا اما تعمليه من اول وجديد وتعملي البروز وتعملي الحاجات اللي انت عايزاها فيه وبعد كده تحرقيه في الفرن، ده حل. يا اما ان انت تبدأي تضيفي له مثلا بخامة غير الطينة، ممكن بولي استر مثلا، تبدأي تضيفي له الحاجات اللي انت عايزاها دي. انما عشان نبقى متفقين، اي حاجه بتتحرق في الفرن خلاص ما ينفعش اعدل عليها. كمان بعد ما بتضاف لها جليز بسد المسام بتاعتها تماما، فبالتالي ما ينفعش ان انا اضيف لها اي. السؤال اللي بعد كده، في وائل بيقول: ما المقصود بحرقها، وهل حرقها بالنار ام التعتيق بالصبغ؟ التعتيق ده خاص بالالوان، ملوش اي دعوه بالحرق. الحرق بيتحرق، بحرق بشكل فرن كهرباء عند درجه 900 درجه مئويه او 1200 درجه مئويه، وده بيكون بالتعليل. طبعا هنشرح الكلام ده بالتفصيل في الدوره بتاعتي. يعني في حد بيسالني انواع الطينه ايه؟ ليلى بتسال انواع الطينه ايه. انواع الطينه، في الطين الاسواني وده يعني اللي انا بستخدمه عموما، وطبعا في الطينه اللي هي بتاعت سمير وعلي، والاثنين الوسيط بتاعهم بيكون ميه. في طين تاني بيكون الوسيط بتاعه زيت، والطين ده ما بيتحرقش، والطين ده بيكون مستورد، يعني مش موجود في مصر. في حد بيقول: ممكن توضح موضوع التفريغ اكتر، وهل ينفع الحرق في فرن البوتاجاز ولا خطر؟ لا طبعا، فرن البوتاجاز ما ينفعش احرق فيه حاجه، لان لو حطيت حاجه في فرن البوتاجاز هتنفجر على طول. الحرق بيكون في افران خاصه اللي هي افران الكهرباء. موضوع التفريغ اكتر من حد سال فيه، وهشرحه بالتفصيل في الدوره بتاعتي. برده ماريانا بتسال موضوع، بتسال طريقه تفريغ تمثال من داخل. ماشي. السؤال ده اتكرر ليه؟ لازم آية بتسأل ليه لازم احرق الطين الاسواني، ولو ما اتحرقش ايه اللي ممكن يحصل، وهل في بديل؟ الطين الاسواني بحرقه علشان الطين لو ما اتحرقش بيكون ضعيف ومعرض للكسر، انما لما بيتحرق بيكون كويس، بسد المسام بتاعته، فبيبقى صعب ان هو يتكسر. في بديل للحرق؟ في بديل. ممكن تعملي قوالب وتصب فيها بولي استر، او تصب فيها جبس، او تصب فيها اي خامة رابر، اي حاجة انت عايزها، ده البديل للحق. في حد بيقول لي: هي التماثيل عرفات؟ بيسالني: التماثيل اللي عندك ما شققتش ولا شققت؟ التماثيل اللي عندي ما شققتش، لان بص، لو حاجه شققت منك يبقى لازم تعرف انك عملت عيب في الشغل وانت شغال. يا اما فرغتش الهواء كويس، يا اما حطيت ميه كتير، يا اما مثلا الطينه مش معجونه كويس، تمام. دي اشكناز كانت بتقول: ازاي اعمل كراكاز مناسب لتمثال؟ طبعا انا قلت ان انا هشرح على نموذج كبير عندي كنت شغال عليه، فخلال الدورة هحاول ان انا اشرح عليه. لو ما قدرتش فهشرح على نموذج صغير ازاي نعمل كراكاز نبني عليه تمثال. تقول: ليه الطين لما دخلته الفرن شقق معايا؟ تمام. زي ما قلنا، الطين بيشقق لان مثلا بيكون عندي في حاجة غلط عملتها وانا شغال، يعني وانا شغال في الطينة في حاجة غلط، يا اما مثلا ضفت مية وانا شغال كتير، يا اما ما فرغتش كويس، يا اما الطين ما اتعجنش كويس. في رهان بتسال: الطين هو نفسه عجينه السيراميك؟
وبعد ما تخلص الملح تحطها في الفرن ولا خليها تجف مع نفسها؟ آه، الطينه حاجه وعجينه السيراميك حاجه. عجينه السيراميك بتكون عباره عن خلطه معينه، سبيداك وجبس وحاجات زي كده بتتحط بنسب معينه مع بعضها عشان اعمل عجينه السيراميك. وعجينه السيراميك دي بتستخدم في ان انا يعني بعمل منها قالب ينفع يتحط في الفرن. يعني عجينه السيراميك بتكون للقوالب اللي هتتصب في الفرن. يعني مثلا كنت بستخدمها بعمل منها قوالب للازاز، هصب فيها ازاز في الفرن. بتقول بعد ما تخلص المنحوته احطها في الفرن ولا اخليها تجف مع نفسها؟ لا، المنحوته الشكل قبل ما يتحرق لازم يقعد، اسيبه يجف لوحده من يومين لخمس ايام حسب انا مثلا في الصيف او في الشتاء. واذا بلون المنحوته ايش نوع الالوان اللي ينفع؟ طبعا الالوان بتكون اكاسيد، بنستخدم الاكاسيد. دي بعض الأسئلة اللي جات لي خلال الفترة اللي فاتت، فبصراحة قررت إن أول حاجة هعملها أول لما أرجع مصر إني أعمل دورة جديدة تكون شاملة الأسئلة دي كلها، تكون شاملة إجابات على الأسئلة دي كلها، لأن كان في ناس كتير بتراسلني سواء اللي بيبعت لي على الخاص بيسألني أسئلة، يعني كان المفروض إن أنا أشرحها بتفصيل أكتر. يعني المفروض إن الدورة دي هتبقى للشخص اللي هو مبتدئ والشخص المحترف، او اللي عايز اللي واقع منه حاجه، اللي بيشتغل تحت بس واقع منه حاجه وعايز يوصل للاحتراف. تمام، خلونا نبدا مع بعض بالادوات. الادوات اول حاجه هنبدا بالاداه دي. الاداه دي كان في ناس كتير قوي بتسالني عليها، الاداه دي اللي هي الضفيره دي اللي انا بفرغ بيها الشكل المنحوت. يعني لو بصينا هنا مثلا على ده هتلاقوه في خطوط فيه كده، ده شكل اتنحت طينه بس لسه ما اتحرقش، في خطوط. الخطوط اللي موجوده فيه دي اللي هي بتاعه الضفيره، لان انا بعد ما بخلص الشكل بالكامل لازم امشي عليه بالضفيره دي. ليه؟ عشان افرغه من الهواء. اللي كان بيسالني ليه الشكل بيشقق، الشكل بيشقق عشان انت ما مشيتش عليه بالضفيره، ما فرغتش بالهواء. فالاداه دي مهمه جدا. الاداه دي والاداه دي ادوات باخد بيها الكيرفات وباخد بيها التفاصيل اللي ممكن ما اعرفش اوصل لها وانا باكل مثلا بدي السلاح ده، وانا باكل مثلا هنا عايزه. الدرس اللي بعد كده هنبدا فيه نطبق عملي على مجسم نحتي. طبعا الادوات دي بتختلف مسمى للتاني، يعني في الضفيره، في بيقول ضفره، في بيقول ضفيره، فيعني مسميات كلها عموما بتختلف من مكان للتاني. طبعا دي انا بعمل بيها عمل العصفوره. العصفوره بتكون عباره عن خيط مشدود كده بنعم بيه، فهي دي نفس النظام برضو، بنعم بيه. تمام، وممكن انعم بسفنجه مبلوله، يعني في مثلا ممكن سفنجة زي كده، بعد ما بخلص الشكل كله خالص بالضفيرة بمشي عليه بالضفيرة، أبدأ أنعم بسفنجة زي كده بحيث إن هو يطلع الشكل معايا ناعم زي ده كده. دي برضه حاجات بحز بيها، دي أدوات بحز بيها عشان أنا باكل بيها. طبعا السن بتاعها بيختلف من أداة لأداة. ودي الأدوات دي اللي هي بتاعت أدوات نحت بتاعت أسنان، دي بستخدمها في التفاصيل الصغيرة كلها. تمام كده احنا شرحنا الادوات، هبدا اشرح الخامات اللي موجوده قدام. ده طين اسوان، ده طين بيتباع في سمير وعلي، طين ابيض. دي مش عجينه سيراميك، عشان في ناس بتفتكر ان دي عجينه سيراميك، هي عشان بيضه ففي ناس بتفتكر ان هي عجينه سيراميك، بس دي مش عجينه سيراميك، دي شبهها. تمام، ده طين حرق ابيض. في ده طين الاسوان، ده طين معجون اسواني. تمام، اللي هو ده بس قبل ما نمشي. تمام، ده قبل ما اشتغل بيه. الطين ده الوسيط بتاعه ميه. في طين تاني بيكون الوسيط بتاعه زيت، ده ما بيتحرقش. هنا ده بوليستر، الخامه دي بوليستر، القعده خشب. ده جبس، القعده رخام. ده بوليستر واخد بيجمنت، كلود ببيجمنت. تمام، عشان يديني تحس ان هو حاجه تعتيق، حاجه مديها شكل قديم شويه. ده حجر، في حاجات حجر انا شرحتها في دروس قبل كده او في فيديوهات قبل كده لشغل الحجر، لان شغل الحجر كبير فمش هعرف اعرضه لكم هنا. في شغل الجبس برضه كبير في دروس قبل كده، فانا بس جبت نماذج صغيره عشان اعرضها لكم واشرح لكم عليها. ده الشغل اللي هو اللي هنشتغله خلال الدوره. هنشتغل كراكاز، واعلمكم ازاي نبني على الكراكاز بالطينه، ونعلمكم ازاي نفرغ الشكل بعد ما ننحته، يعني بعد ما انحت الشكل خالص وينشف ازاي نفرغه، ازاي افرغ الشكل من الهواء وانعمه، ازاي عيني تبقى بتشوف النسب واقدر اشتغل بنسب.
زي الشكل ده. الشكل دوت لو اخدنا قلنا هنلاحظ ان في شغل في تشريح في نسب. تمام. ده طين، ده طين وكنت اخدت منه قالب وصبيته يعني، وحبيت ان انا احتفظ بيه. طبعا لاي حد حابب يتعلم نحت وحابب يعني يعرف كل حاجه بالتفصيل، محتاجك ان انت تركز معايا من اول درس لاخر درس، من اول لحظه لاخر لحظه، علشان الحاجات دي ممكن حاجه صغيره تفوتك تبوظ الشغل وتعب مثلا ومجهود فتره طويله. انا كان بيحصل معايا ان كنت ببني شكل كبير جدا وبس الاقي مثلا برتينه، وبس الاقي علشان حاجه بسيطه نسيتها الشكل اتشرك ووقع مني. فطبعا يعني محتاج ان انت تركز معايا من اول درس لاخر درس. والدرس ده هستنى ان انتوا تحطوا عليه كومنتات اسئله لاي حد واقف قدامه حاجه وحابب ان انا اشرحها خلال الدوره دي. الدوره دي انا بقدمها مجانيه تماما، يعني انا طلب مني ان انا اعمل دوره تكون بمقابل مادي لمواقع كتير او ان انا اعمل كورسات، بس انا حابب ان انا اخليها مجانيه تماما. انا حابب ان انا اعلم الناس كلها كل حاجه انا اتعلمتها. فانا بس مش عايز منكم غير دعمكم، يعني انتوا تعملوا لايك للفيديوهات اللي انا بنزلها، تعملوا سبسكرايب اللي مش عامل سبسكرايب، بس عشان تشجعوني ان انا اقدر ان انا اقدم جديد واعلمكم كل حاجه انا عارفها. مش عايز اكتر من كده. بس ان شاء الله الدرس الجاي هيكون بدايه الشغل العملي. هنبدا فيه ان احنا نشتغل مجسم ونبنيه ونشرح عليه ازاي هعمله كركاز وازاي هبني عليه. تمام. بس اشوفكم في الدرس الجاي ان شاء الله. يلا باي.